ماذا عن الصحراء الغربية جغرافيا سكانيا سياسيا واجتماعيا، وماذا عن موقعها في النزاع الجاري؟ كراسيا بيتر. السلام عليكم. عاصمتها العيون وكل العيون عليها، إنها الصحراء الغربية التي تبحث عن استقلالها منذ اندحار الاستعمار الإسباني عنها عام 75، ومذاك يتنازع بعض جيرانها على ضمها، كل وفق مصالحه، ليبقى الجميع غارقا في صراع رملي لا ينتهي حتى اليوم. تقع الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع على طول الساحل الأطلسي، تنقسم إلى قسمين، الساقية الحمراء شمالا ووادي الذهب جنوبا، تحدها الجزائر من الشرق وموريتانيا من الجنوب والمغرب من الشمال، كما أن شاطئها الممتد على طول أكثر من 1000 كيلومتر يضم ثروة سمكية بالإضافة إلى غناها بمواد الفوسفات. من أهم المدن في الصحراء هي العيون العاصمة، بالإضافة إلى دخلة في الجنوب وأسمارة في الشرق، سكانها من أصول عربية أمازيغية، والعملات المتداولة فيها هي دينار جزائري ودرهم مغربي وأوقية موريتانية. تتوزع القبائل الأساسية في الصحراء الغربية إلى ثلاثة انتماءات رئيسة، المحاربة التي حاربت في الحروب المغربية الأوروبية، بالإضافة إلى قبائل الزوايا أو الدينية والحرفيون والتجار أو الذين يمارسون الصيد. كما يمكن تقسيم القبائل الصحراوية بحسب النسب كالتالي: خليط من القبائل العربية الأصيلة، الشرفاء وفئة الأنصار. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الامتداد القبلي لسكان الصحراء ليس قاصرا على دولة بذاتها، بل هو موزع بين أطراف المنطقة العربية، فأولاد دليم مثلا ينتمون إلى عرب العراق ويكوت إلى بلاد الحجاز وهكذا. رأس الحربة في الحركة الاستقلالية في الصحراء هي البوليساريو، وهي المختصر الإسباني المكون من الحروف الأولى لاسم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. جبهة البوليساريو تسعى إلى الانفصال عن المغرب وتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولديها منذ عام 76 منصب أمين عام، وهي مقسمة إلى ولايات ولها حكومة وعلم. في جبهة البوليساريو تلعب المرأة دورا محوريا في حمل السلاح والدفاع عن مطلب الاستقلال كالرجل تماما. 16 عاما استمرت الحرب من أجل هذا الاستقلال، وفي عام 91 دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ومذاك تتوالى عبثا زيارات مفدي الأمم المتحدة لحل ما بات يعرف بنزاع الصحراء الغربية. وبين اقتراح المغرب القاضي بحكم ذاتي ومطلب الاستقلال الذي تتمسك به البوليساريو، يبقى السؤال: كيف يمكن التوفيق بين الأمرين في وقت يبقى شعب نصف مليون يحافظ على تقاليده كافة؟ السلام عليكم.